عندنا جلاش طبعا اختاروا وانتقوا نوع الجلاش كويس اللي تستخدموه عشان بيفرق جدا. عندنا سمنه جنه، هي وصفه جنه معانا النهارده، جلاش وش بيتزا. وعندنا 3 بيضات وكوبايتين من الحليب، رشه من جوز الطيب وملح وفلفل اسود، ده السائل اللي هنسقي بيه. طيب صلصه بيتزا، اي صلصه بيتزا انتوا بتحبوها، الجاهزه بتاعه البرطمانات انتوا عاملينها زي ما انتوا عايزين. وللحشو هنحتاج كيلو من الطماطم، الصلصه قصدي هنحتاج عشان نعملها، عشان لو انتوا عايزين تعملوها في البيت، كيلو من الطماطم المبشوره، 4 فصوص من الثوم المفرومين، ونص كوبايه اوراق ريحان مفروم، وزيت زيتون، ومعلقه كبيره سكر، وملح وفلفل اسود. كل ده يترفع على النار مع بعضه لحد ما تبقى صلصه ما فيش فيها ميه كتير. الاضافات بقى اللي عايز: سجق شرقي، بسطرمه، سوسيس، سلامي، طماطم شرايح، بصل احمر شرايح، بصل اخضر شرايح، فلفل الوان جوليان، حبتين فلفل رومي جوليان، بقدونس مفروم، زيتون اسود شرايح، زيتون اخضر شرايح، مشروم، جبن بقى براحتكم. وللتقديم شويه موتزاريلا كده، شويه اسفه ترشي، وسلطه الطحينه. الحشوات براحتكم تماما، تقدروا تعملوا اي حشوه انتوا عايزينها في الدنيا، تقدروا تعملوا حشوتين ثلاثه، يا براحتكم بقى، مفيش في الحشوات صح وغلط. بيض، لبن، هحط كمان رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. عايزه بس اجيب شوكه اقلب البيض قبل ما اضيفه. يلا وهضيفه هنا. نقلب كويس جدا. الخليط بتاع البيض واللبن لما بنسقي بيه بيخلي الجلاش يفضل جلاش، يعني يديني احساس صينيه الجلاش، لما ما بنسقيش بيديني احساس الفطير الشرقي، فعشان كده انا بسقي النهارده لان انا عامله جلاش. اللي عايزه يبقى اكتر شبه الفطير الشرقي يستبعد خطوه البيض واللبن. يلا كده خليط الدهن جاهز، تعالوا نبدا نحضر الجلاش ذات نفسه. هجيب صينيه معايا وانا جايه. حاضر. وهعمل ايه؟ هبدا افرد شرايح من ورقات الجلاش، هفرد ورقه جلاش وادهن بالسمنه جنه. فهاخد كده الصينيه بتاعتي وفرشه، استنى نجيب فرشه كبيره احسن، هدهن الصينيه كويس جدا. انا بقى ممكن تعملوه في صينيه وممكن تعملوه من غير صينيه، انا بفضل اللي في صينيه عشان لو مسقي ما يتقطعش مني ويغلبني. هدهن كويس جدا جدا الصينيه بسمنه جنه، وده طبعا عشان انا عايزه جلاش مورق ومحمر ومقرمش وكده، ايه يعني جلاش بقى، يعني جلاش انتوا عارفين الجلاش المصري عامل ازاي، مش محتاجه احكي لكم. دهنا كويس جدا قاع الصينيه، وهنجيب لفات الجلاش كده جنبينا ونبدا نفرد. انا هفرد وهحط حشوه على الوش وحشوه. انا عملت 4 طبقات من الجلاش، بين كل طبقه وطبقه دهنت سمنه جنه زي ما انتم شايفين كده. ورينا يا حمدي، هتلاقوا الطبقه مدهونه، انا حاطه 3 بس، بصوا بقى اهو مدهونه بالتساوي عشان يطلع في توريقه في الجلاش بتاعنا. واجي بعد ما ادهن اقوم حاطه ورقه جلاش كده فكررت الخطوة دي 3 مرات. وهعمل ايه دلوقتي؟ هاخد بقى التركيبة اللي انا هعملها حشوة. هاخد شوية من صلصة البيتزا هحشي دلوقتي. بنزودش صلصة يا جماعة، يعني كمية كده ايه بالعقل. ووزع، بلاش صلصة كتير، مش عايزينها تقلب طبيخ. بس كده حلوة قوي. وهعمل ايه بقى؟ شوية جبن، انا بحب احط جبن تحت الاول.
بتمسك لي الحشوه كده وبتخليها ما تقعش. وادي شويه كمان موتزاريلا. وابدا احط الحشوه. تعالوا نعمل دي مثلا بالبسطرمه. يلا بسطرمه نعملها ميكس، والنبي ما ننزع عليك. بسطرمه على سجق، ايه رايك؟ تبقى مش طبيعيه. دمار بالظبط. انا سمعت صوت حكم من هنا نطق يا عيني. وبصوا بقى، ده احنا هنعمل فيها قنبله تانية. قطع جبنه كيري براحتكم بقى خالص، فانتوا تحطوا ايه في الحشوه، دي مجرد مقترحات. اختمي. انا اصلا والله يا حبيبي انا عايز اختم اكتر منك، انا تعبت، انا مفرهده، انا مفرهده. شويه بصل، شويه مشروم، شويه فلفل، شوية زيتون، شوية كده كمان طماطم، بس فل كده. ويعني ايه، نكمل بقى الوش تاني شوية جبن. هلم الأطراف دي كلها كده جوه، اي حاجه تتقطع ولا تشغلوا بالكم، ده جلاش عادي. وهناخد ثلاث طبقات تانية. انا بقى دهنه سمنه تحت كويس قوي، فمش هدهن سمنه تحت خلاص فوق، هعتمد على ان ده هينزل هيسيح وينزل على ده. هلم كده الاطراف كلها على تحت. ثواني نعمل بس وش البيتزا ونختم على طول. بس كده هسقي يبان ان هو ايه، اللبن كده متجمع تحت، لكن هو الجلاش هيشربه حالا دلوقتي. وانا هاجي كده على الوش هاخد، عايزه اعمل بقى وش بيتزا، ممكن احط شويه صلصه وممكن من غير، بس يعني انا هحط كده شويه صلصه على الوش خفيفه خالص، بتعمل مع خليط اللبن تركيبه حلوه جدا. وهغرق بقى جبن. مش لازم، لا بس ممكن يعني، هعمل فيه خرمين كده احتياط. وجبنه موتزاريلا، شويه زيتون، ودي كده يا جماعه هنسيبها للفريزر، دي تتشال في الفريزر زي ما هي، وممكن تتشال في الفريزر من غير السائل وتتساب على ان السائل يتحط ساعه السوى، تطلع معانا زي الفل. يبقى كده احنا النهارده عملنا وجبات كلها سويناها، ولكن هي تنفع تتشال في الفريزر عادي جدا. عملنا جلاش وش بيتزا، وعملنا مع بعض الجلاش الوش بيتزا زي ما قلت لكم، لو عايزين هتشيلوه بقى زي ما هو كده وتقوموا حاطينه في الفريزر، يفضل صالح معاكم لمده شهر كامل، يطلع زي الفل وما يتبقاش فيه اي مشاكل. لما بنيجي نسويه بنسويه على درجه حراره 180 حرارة من فوق وتحت لحد ما الوش يحمر. وطبعا احنا محضرين منه قبل الحلقة، ورينا يا حمدي اللي احنا محضرينه بعد اذنك. ايوه تسلم ايدك، عشان اخر وصفة في الحلقة دايما انتوا عارفين ايه، ما بنلحقش نسويها، فمسويين حبة من قبل الحلقة. هما بنفس الطريقة بالظبط، مجرد ما الجلاش يشرب اللبن والخليط ده بنقوم مدخلينه الفرن درجة حرارة 180، الرف اللي في الرز حرارة من فوق وتحت لحد ما يحمر ويستوي معايا.